وبهجتها، فاضت على الناس والدنيا عطاياه، محمد رحمة الرحمن نفحته، محمد كم حلا في اللفظ معناه، المصطفى المجتبى المحمود سيرته، حبيب ربك يهوانا ونهواه، نور الوجود ووافي بالعهود سنى، لولاه ما ازدانت الأكوان لولاه، محمد فخر الأنام ومصباح الظلام، فخر الأنام ومصباح الظلام، ومن أدناه خالقه منه وناجاه. سل عن يتيم قريش عن مواقفه، سل عن يتيم قريش عن مواقفه، كم قاوم الشرك فردا كم تحداه، طفل يتيم أتى الدنيا فأنقذها من الضلال فلا مال ولا جاه، طفل يتيم أتى الدنيا فحررها من الجحود وكان الملهم الله، يهدي إلى الرشد والأيام شاهدة ما خاب في دعوة الإصلاح مسعاه، ما خاب في عن غرام الأكبر في جعفر في جعفر في جعفر، وأحس من وله يفجر صبوتي، لو قيل عني في المبادئ جعفر، يا للجلال لنسبة أمسى بها بالعز حقا فوق هام المشتري، فأنا به ذو صبوة متعلق، أهيم في عرض مكان الجوهر، وأطوف في الحجر الأصم تعبدا، وأعوف زهو عبادتي في المشعر، وأعب من كدر المدامة أكؤسا، وأشيح عن كأس الصفاء الأعطر، مولاي يا ألق الجلال مجسما، يا كل عرفان النبي وحيدر، يا بانيا بالحق أعظم مذهب، يمتاز بالفكر الجليل النير، ومفجرا للعلم أغزر منبع، دفاق يزخر بالعطاء المثمر، يا رافعا علم الشريعة عاليا بين الملا كالشاهق المتجبر، ليظل في أفنائه هذه الدنا من حر أفاك ونار المفتري، فلقد بذرت الحب في ساحاتنا وسقيته من قبضه المتحدر، وقلعت من ألواحنا غرس الشقى في همة من أصله المتجذر، مولاي أستاذ المذاهب كلها، يا قمة آزرت بكل تسور، وزعيم مدرسة المعارف والنهى زهراء لم تهزم ولم تتقهقر، فتغنت الأجيال فيها دائما عبر السنين ليومنا المتحضر، شاد الإله صروحها فتوطدت ناهيك عن صرح الإله الأقدر، والحوزة الغراء دام وجودها من ألف عام حية لم تقبر، صمدت لكل دسيسة مفضوحة شنعاء تنمى للزعيم الأصفر، والحوزة الغراء دام وجودها من ألف عام حية لم تقبر، صمدت لكل دسيسة مفضوحة
شنعاء تنمى للزعيم الأصفر. أنا جعفري في الهوى متمسك، أكرم بها يوم الحجاج بمفخري. أنا جعفري في الهوى متمسك، أكرم بها يوم الحجاج بمفخري. لي نسبة عند الحسين ومسند، فيه الحمى من وقدة وتسعر. أتنوشني نار الجحيم ونسبة شيعي الولاء بمظهري وبمخبري. أأكون والشان الجحود بموطن ما بين منكر فضلكم أو مدبري؟ كلا، فإني في الجنان منعم ولها غدا يوم القيامة معبري. كلا، فإني في الجنان منعم ولها غدا يوم القيامة معبري. السلام عليك يا سفير الحسين، السلام عليك يا مسلم بن عقيل. طالعتك بدرا يتوسد رمل الصحراء، طالعتك جرحا يتعبد في غار حراء. طالعتك بدرا يتوسد رمل الصحراء، طالعتك جرحا يتعبد في غار حراء. والوحي سمير وهموم الإنسان لدي تتجلى ظمأ تحمله شطآن يديك. والوحي سمير وهموم الإنسان لديك تتجلى ظمأ تحمله شطآن يدي. وتلوح يتيما وقريش تنقاد إلي. طالعتك قلبا يأويه جرح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام على الزهراء، السلام على الحسن والحسين، السلام على أولاد الحسين، السلام على أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتنا المشاهدين، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، من مسجد الكوفة المعظم، من محراب أمير المؤمنين، من جواري مرقد سيدي ومولاي مسلم بن عقيل، ومن هذه الأرض المقدسة، من أرض القداسة، من دار حكومة أمير المؤمنين ومقر خلافته، من الكوفة العلوية المقدسة. أحبتنا المشاهدين، بإمكانكم أداء الزيارة والدعاء إلى حضرة سيدي ومولاي مسلم بن عقيل من خلال أرقام الهواتف التي ستظهر إن شاء الله على هذه الشاشة المباركة، شاشة قناة كربلاء الفضائية، وها هي ظاهرة أمامكم لأداء الزيارة والدعاء وتقديم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العظيمة، ألا وهي مناسبة ولادة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، وولادة الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. عندي أول متصلين، الأخت أم مسام من بغداد. سلام عليكم. السلام عليكم يمه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سفير الحسين.
يا مسلم السلام بن عقيل. عليك يا سفير الحسين يا مسلم بن عقيل. حياك الله. السلام عليك يا عزيز الحسين. السلام عليك يا عزيز الحسين. السلام عليك يا عزيز أمير المؤمنين أبو الحسن علي. السلام عليك يا عزيز النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وآله. بهاي الأعياد المباركة. أحسنت. على جعفر بن علي الصادق وعلى النبي محمد. هذا أسبوع الولادة أم سام، هذا الأسبوع منا إلى أن يأتي يوم إلى ليلة 17 من شهر ربيع الأول. الخميس على الجمعة مو؟ إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله الخميس على الجمعة يحفظكم الله ويعود عليكم بالخير والتمام. حياكم الله حياكم الله. إن شاء الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أبو فضل العباس قمر العشيرة وعلى زينب الحوراء سيدة نساء العالمين. أحسنتم أحسنتم. يريد زيادة بالدنيا وشفاعته بالآخرة. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. أريد زيادة بالدنيا وشفعته بالآخرة. يشافون مرضاكم ومرضانا ويرحم موتاكم وموتانا ويعطيكم عمر وعافية. الله يسلمك. عمر وعافية على أحبة ويحفظك. الله يعافيك. نعود عليك بالسلامة والخير. أنت والكادر شكرا. والسيد علي السستاني. الله يسلمك. بالخير والتمام. هاي الأيام المباركة. أحسنتم. اللهم احفظ مرجعيتنا العليا. شكرا. عندي اتصال آخر. الأخت أم حسان من بابل. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا مسلم بن عقيل. يا مسلم بن عقيل. نحن ولادة سيد الكونين محمد صلى الله عليه وسلم. سيد الكائنات. سيد الكونين. حسين السلام عليك أجمل عبد الصالح الفعل الله ورسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي. السلام عليك يا أول شهيد في معركة الصف. يا باب الحوائج. السلام عليك يا أبو حميدة. السلام على بنتك حميدة وعلى أولادك محمد إبراهيم وعلى سيدك مولاك. السلام على هاني بن عروة. السلام على المختار الزمتي. السلام السلام على علي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وبعدها وبنيها وبحق المسيطة. اللهم عجل جرس الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله. أستاذ أحمد رحمة الله وآلتك تجيب لنا إبراج الشفاء. نعم. بالشفاء والعافية إن شاء الله. شكرا يا أم حسان. عد اتصال آخر. أم شوقي من كربلاء المقدسة. سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين. أنهنيكم بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسنتم. نهنيكم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على اللهم محمد وآل محمد وجعفر الصادق عليه السلام. أحسنت. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا سفير الحسين. السلام عليك على هاني بن عروة. السلام عليك على ميثم السمار. السلام عليك على المختار الثقفي. السلام عليك على أولادك محمد وابراهيم عليهم السلام وحميده عليه السلام. السلام عليك وعلى خديجه بنت امير المؤمنين عليها السلام. اللهم صل على محمد وال محمد. يا سيدي يا مولا شافينا وصينا الصحه والعافيه. حاجاتنا يمك يا سيدي وحاجاتكم ان شاء الله. اي والله وباعنا ان شاء الله. باب الحوائج مسلم بن مسلم بن عقيل. باب الحوائج باب الحوائج. هي وبريد حاجاتنا اللي من اللي يقصد مسلم بن عقيل حقيقة يحصل مراد هذا المزار المهم وهذا الرجل العظيم الذي ضحى بنفسه من أجل الحسين وكان وحيدا في الكوفة. رغم ذلك لم يتراجع ولم يتخاذل أبدا. عند اتصال آخر. آية من الدجيل. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سفير الحسين. يا مسلم بن عقيل.
السلام عليك يا سفير الحسين، السلام عليك يا مسلم بن عقيل، نهنئكم بالولادات العبرة، ولادة النبي محمد صلى رسول الله عليه وآله وسلم وآله. وولادة جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. آية 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 آية. نعم. إليك إليك أختي ولكل المتصلين، أتمنى يلتفتون لهذا الموضوع. سأكيد يتابعون البرنامج دائما. من نتصل ما نقول نسمي الأئمة بأسمائهم فقط، يعني الإمام الإمامة لا نسلخ الإمامة عن أهل البيت خاصة الأئمة المعصومين. ما نقول جعفر الصادق مباشرة، نقول الإمام جعفر الصادق عليه السلام. الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. وأمير المؤمنين أيضا ما نقول علي بن أبي طالب مباشرة، لازم نقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. دائما يعني هذه الصفة، صفة الإمامة، ما نسلخها عن أهل البيت أبدا. فنلتفت لهذا الموضوع، هذا شيء مهم جدا ترى. صحيح، أحسنتم أستاذ أحمد. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليك سيدي يا مولاي يا مسلم ابن عقيل، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام. السلام عليك يا ابن عم الحسين، السلام عليك يا ناصر الحسين، السلام على غريب الكوفة، السلام على أول شهيد في معركة الضف، السلام عليك يا مسلم ابن عقيل، السلام على ميثم السمار، السلام على هاني بن عروة، السلام على المختار الثقفي، السلام عليك يا أبا حميدة، السلام عليك وعلى ولديك محمد وإبراهيم، يا سيدي يا مولاي يا مسلم ابن عقيل يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام على أبي الفضل العباس، السلام على الحوراء زينب. أستاذ أحمد نسألكم الدعاء والزيارة صلاة التفكير ولتكتب لأسماء إذا ما صار أمور خدمة اسم والدتي ليلى وزهرة والمنظومة العلوية خلود عبد الرزاق وعبد الله للشفاء من مرض السكر. شكرا. إن شاء الله قضى حوائجكم وشفاء مرضاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. عليكم السلام. طبعا الأخ المخرج يبدو أنه استمع إلى حديثي فأثنى على ما تحدثت به حقيقة، بس التفاتك بدقيقة إذا سمحتوا لي أو أقل الدقيقة خل أقول. اليوم أي شخص ذو منصب قد ما نستقبله الآن في مجتمعاتنا، إذا تستقبل وزير فماذا يكون الكلام بينك وبينه؟ تقول له معاليكم، تعطي نوع من الاحترام لأن هذا يشغل منصب، فما بالك بأهل البيت؟ كل المناصب لهم، كل المناصب لهم، وكل المناصب تذوب تحت أقدامهم. فعندما نتكلم عن أهل البيت لازم نتكلم باحترام شديد وكبير جدا. لذلك أذكر مرة أخرى أحبتي المشاهدون، أنا متأكد هذا الكلام يسعدكم ويفرحكم حقيقة. اتصال أبو عباس من آمرلي، سلام عليكم. السلام عليكم أستاذ الأحمد. وعليكم السلام. الكلمة الطيبة. أحسنتم رحم الله أمواتكم. جزاك الله خير الجزاء من الموفقين بحق باب الحواج مسلم العقيل هذه التنبيهات للأئمة المعصومين عليهم السلام. أحسنتم. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين، السلام عليك يا أول الشهيد في معركة الضف، السلام عليك يا أبا حميدة، السلام عليك يا مسلم العقيل عليه السلام، السلام عليك يا مختار الثقفي، السلام عليك هاني بن حروة، السلام عليك يا ميثم التمار، السلام عليك يا خديجة بنت أمير المؤمنين عليه السلام، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليكم المصاعدين من حور عقيلة، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب عليه السلام، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيد أم البنين جميعا ورحمة الله وبركاته. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجها عند الله اشفع لنا عند الله بحق باب الحوائج بن عقيل يا الله، عجل لوليك الفرج ما في وشرك بحق باب الحوائج بن عقيل يا الله. اللهم احفظ حشد الشعبي والقوات الامنيه والجبهات القتال، اللهم احفظهم بحق باب الحواج مسلم العقيل يا الله. الهي بحق باب الحواج مسلم العقيل عافي واشافي كل من مستشفيات نايمين امراض المزمنه من امراض الخفيفه نايمين
عافيهم وشافيهم بحق باب الحوائج. اللهم شاف المرضى يا الله. اللهم بحق باب الحوائج عافي وشافي كل مريض. اللهم احفظ هذه القناة الكادر المخلص من البث المباشر قضى الله حوائجهم وشف الله مرضاكم بحق باب الحوائج مثل بن عقيل. استاذ احمد من عندك سجل اسماء طلب حاجه من عندك ذكرنا باب نيابه مسلم بن عقيل عليه السلام. سجل اسم والدي بالحب والدتي المرحومه الحاجه ام محمد اخواني اخواتي واولادي وشهداء امير المؤمنين وارواح من ليس ذاكر واخويا المرحوم شهيد ابو احمد وبالحب ايه الله عظم الامام علي الحسين السلزاني ربي يحفظهم طول عمرهم بحق باب الحوائج مسلم بن عقيل. نشكر هاي قناة الكادر المخرج ضمن البث المحتفات المقدسة. السلام عليك يا أبا حميدة، السلام عليك يا مسلم بن عقيل. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آله. اللهم صل على محمد وآل محمد طيبين الطاهرين. شكرا لكم. أيضا أبو عباس بن آمر لي سلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا عندنا اثنين ابو عباس من هذا. السلام عليكم ابو عباس. وعليكم السلام. الله يسلمك. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين. يعني ما خجا ومراجع الام ومتساوي جماعة بس نعم ولا بس صادقين ابو عباس ولا بس صادقين عليه السلام. نعم السلام عليكم مسؤول المدينة المسؤول مهيد أبو القاسم المصطفى أبو الزهراء محمد اللهم صل على وآل محمد. السلام عليكم مولى الكونين ونور عليهم وإمام المستقلين الإمام الساعة السلام وأخي أبو فضل العباس عليه السلام وأخي الزهراء الكبار السلام. السلام عليكم إمام الكاظمين. السلام عليكم إمام أسكين. السلام عليكم المتبقين. يا الله أخي مسجل أسمائنا. نعم خدمتكم. أعطيني الأسماء أبو عباس. عباس وعباس وعباس اللهم صل على محمد وآل محمد. وفقكم الله. شكرا لكم. نسأل الله القبول إن شاء الله بحكمه. أبو علي من بغداد سلام عليكم. السلام عليكم عزيزي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سفير يا الحسين يا مسلم. السلام عليك يا سفير الحسين يا مسلم بن عقيل يا باب الحوائج وبركاته. السلام عليك يا باب الحوائج. أي والله. السلام عليك يا سيدي ومولاي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سفير أبا عبد الله الحسين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا باب الحاجة. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. رزقنا الله زيارتك وشفاعتك. السلام عليك يا مولاي يا مسلم بن عقيل ورحمة الله وبركاته. السلام على ميثب التمار. السلام عليكم والسلام على هذه البقعة المباركة الطيبة. أخي العزيز لا تنسانا من الدعاء وتسجل اسم هناك رحمة على والدك إن شاء الله. أبو علي أي والله اسم علي الأكبر شوي عزيز مريض رحمة على والدك الشفاء والعافية. وما أرسلناك هذه العبارة تقرأ وياي مو وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم بحق محمد وآل محمد وبحق هذه الرحمة التي أنزلتها علينا يا الله يا الله أن تشافي كل مريض أن تشافي كل مريض حتى مريض كربلاء زين العاصي يا أرحم الراحمين يا الله. شكرا لك يا الله. اي والله لا تنسى اسم علي الاكبر رحم الله واسعك ان شاء الله بالشفاء الله والعافيه بحق إيه علي الاكبر الله على بحق الله سيد الشهداء. احسنتم شكرا. ام ميثم من ذي قار سلام عليكم. عليكم السلام مرحنا. السلام عليك يا سفير الحسين يا مسلم بن عقيل. السلام عليك يا سفير الحسين يا السلام عليك يا مسلم بن عقيل. السلام عليك يا باب الحوائج. السلام سيدي. عليك يا ناصر الحسين. السلام عليك يا سيدي يا مولاي. السلام عليك يا أبا حميدة يا السلام على جميع الأولياء والصالحين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعة. السلام عليك يا محراب أمير المؤمنين. السلام عليك يا سيدي يا مولاي. اللهم شافي وعافي جميع المرضى.
الله يسلمك. السلام عليك يا محراب. شكرا يا ام ميثم. شكرا. الله يوفقك. سجل اسمائنا. رحم الله والديك ابو ميثم واولادي. جزاكم الله الف خير على هاي الخدمه. رحم الله والديكم. شكرا. الله لا يحرمكم منها. طبعا انا هنيكم مولد رسول الله. انا هنيكم وانتم كذلك جميع الموالين والله بنبي الرحمه. شكرا. نبينا. شكرا. محمد صلى الله عليه واله وسلم. شكرا. ان شاء الله نتقبل منا ومنكم صالح. شكرا. الاعمال. شكرا. رحم الله والديك. شكرا. 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 اللي يدخل مسجد الكوفه والله اللي يدخل مسجد الكوفه يعني اول ما يروح في باله امير المؤمنين، اول ما يجي في باله الامام علي عليه السلام، اول ما يجي في باله استشهاد امير المؤمنين في محرابه، اول ما يجي في باله انه هاي هنا كانت دار حكومه امير المؤمنين، هنا كان يجلس القضاء امير المؤمنين، هنا كان يصلي ويؤم الناس بالصلاة، هنا كان يخطب معظم خطب أمير المؤمنين التي جاءت إلينا وردت إلينا من خلال نهج البلاغة، هي كانت هنا في الكوفة، كانت تصاغ الكلمات هنا في هذا المسجد، جدران هذه هذا المسجد كانت تشهد لتلك الكلمات وتلك الفصاحة. فهذه أرض القداسة، هنا تجلت أرض القداسة، تجلت القداسة بكل معانيها، بكل ما تعنيه هذه الكلمة، هنا تجلت في هذا المكان في هذه الأرض الطيبة. عند اتصال وجدان من الديوانية. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل. مبارك عليكم المولد النبوي الشريف مولد الحبيب المصطفى النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مبارك لنا ولكم يا سفير الحسين يا مسلم العقيد أبو حميد. السلام عليك يا ميثم التمار. السلام على عليك يا ابن عم الحسين الشهيد المظلوم. السلام عليك يا هاني من عروة. السلام على المختار الثقفي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. السلام على الحسين وعلى علي الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أبو الفضل العباس قمر بن هاشم وعلى الحوار زينب بطلة كربلاء. يا وجيه عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيه عند الله اشفع لنا عند الله. عندنا مرضى وعندنا حوائج يا مسلمين عقيد. شاف مرضانا وتقضي حوائجنا. ممكن تسجل اسمانه؟ ممكن. تسجل اسم محمود بالشفاء والعافية. نعم. سيد حازم بالشفاء. نعم. ومعي. نعم. جنان إيمان فارس بالشفاء والعافية. ربي رحم موتاكم وشاف مرضاكم يا سفير الحسين. يا سفير يا سفير الحسين. شكرا لكم. شكرا على اتصالكم. يسأل الله القبول لنا ولكم إن شاء الله. حمزة من كربلاء المقدسة. سلام عليكم. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سيدي مسلم بن عقيل. نبارك لكم. السلام عليك يا هاني بن عروة بولادة رسول الله صلى الله عليه وآله. نبارك لكم بذكرى مولد رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكل عام وأنتم بخير. السلام عليك يا سيدي هاني بن عروة. السلام عليك يا سيدي مسلم التمار. السلام عليك يا مختار الثقفي. السلام عليك يا أبا إسحاق وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أبو الفضل عباس خبري عشيرة. السلام عليك وعلى سيدة زينب أم المصائب زينب. أوادي سيدي. اللهم شافي وعافي كل مريض وقضي حاجة كل محتاج يا الله. اللهم ارزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم عجل وجهك الفرج يا الله. اللهم ثبتنا على ولاية سيدنا مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أحسنتم. اللهم عندي أسماء أستاذ عندي أسماء ممكن سجلها حمزة وعائلته. نعم. وأم منهل وأبو منهل ومحسن وابو حسن. شكرا استاذ. نسالكم الدعاء. نسالكم الدعاء حسيت الشهداء يا اخي حمزه ان شاء الله لا تنسوا. اتصال مصطفى من البصره. السلام عليكم. وعليكم السلام. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا مسلم العقيد. يا مسلم يا سيدي إلهي. يا باب الحوائج نبارك لكم ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله سيد الكائنات وأيضا ولادة الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه. صلوات الله. إلهي بحق الشفيع الأنام
وبحق النبي وآل النبي الهداة الكرام، وبحق علي علي المقام، إلهي بحق الكساء ومد الكساء، إلهي بحق الرسول السيد النساء، إلهي بحق النبي، إلهي بحق الوصي، إلهي بحق الزكي، إلهي بحق الحبيب الذي لا نراه، إلهي أن تزول هاي القمة على هاي الأمة إلهي، وأنت حمد تكون خير الراحمين وأنت أرحم الراحمين يا الله يا الله. وشكرا لكم، نشوفكم إن شاء الله بخير. نسأل الله القبول إن شاء الله، نسأل الله القبول لنا ولكم إن شاء الله، ومباركين بهذه الولادة العطرة. شكرا شكرا على اتصالك. طيبة من ذي قار، سلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا. السلام عليك يا سفير الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على مبارك لكم ولادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أحسنتم. ولادة الإمام جعفر الصادق عليه السلام. أحسنتم لنا ولكم. السلام عليك. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا سفير الحسين. السلام عليك يا مسلم بن عقيل. السلام عليك يا باب الحوائج. باب الحوائج مسلم بن عقيل، سلام الله عليه وعلى أولاده. أحسنتم. أول شهيد في ثورة كربلاء هو مسلم بن عقيل. نعم، عليه السلام. مسلم بن عقيل سلام الله عليه. أول شهداء لعن الله كربلاء. من قتله لعن الله من قتله وسلبه، لعن الله من حرمهم الماء فرات. أحسنتم أحسنتم. لعنة الله على من قتله وحرمه الماء، لعنة الله على من ألب إليه ولم يعنه. رحم الله والديك. سيدنا أرجو الدعاء لبنت طيبة تحاجة مستعصية من باب الحوائج إن شاء الله. رحم الله والديك. مسلم بن عقيل باب الحوائج. دائما دائما نسمع احنا اللي يزور مسلم بن عقيل وعنده حاجه تقضى الحاجه، ليش؟ لان مسلم بن عقيل الى مكانه، قتل مظلوما، قتل مظلوما، قتل وحيدا فريدا. لم يكن هناك من معين له، لا من اهله ولا من اخوته ولا من عشيرته، ولكن مسلم بن عقيل كان يمتلك شجاعه كبيره، شجاعه فائقه، كيف لا وهو ابن الطالبيين، كيف لا وهو ذلك الصنديد الهمام ابن عم الحسين عليه السلام. فلذلك مسلم بن عقيل عليه السلام اللي يزور مسلم بن عقيل تقضى الحاجة هنا، إذا كان يعني عنده حاجة مستعصية وعنده مشكلة وعنده هم وعنده طلب، يم مسلم بن عقيل يجعل مسلم بن عقيل واسطة إلى الله. دائما احنا نقول هسه هذا واحد يسمعنا يعني من إن شاء الله كفو من المسلمين، كفو من باب الحوائج وأهل بيت النبوة. فنقول نقول دائما من نروح للكاظم، شو نقول؟ نقول الكاظم باب الحوائج، موسى بن جعفر سلام الله عليه، متمسكين بباب الحوائج. عندنا الإمام موسى بن جعفر وعندنا مسلم بن عقيل، باب الحوائج هذه الصفة دائما، هو كل أهل البيت هم كلهم سفن النجاة وكلهم يقضون حوائج الناس، ولكن احنا متمسكين بهاي الزيارة دائما من نزور موسى بن عقيل يا باب الحوائج، معروفة هاي عن مسلم. الأخت نجلاء وجدان نجوان 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 عفوا من بغداد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين يا غريب موسى بن عقيل ورحمة الله وبركاته. أحسنتم أحسنتم. أحسن الله إليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام على رسول الله النبي محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين، ومبارك عليكم الولادات المباركة، ولادة نبي الرحمة والإمام صادق القول جعفر الصادق عليه السلام. أحسن الله عليكم. أستاذي ذكرت في التفاتة جدا مهمة، وهي حول احترام اسم الجلالة مثل ما نقول والحضرة الإلهية واحترام لفظ أئمة وسادات الكون سلام الله عليهم. نحن بما في وسط مجتمع بأن لفظ أسماء أئمة عليهم السلام أو اسم الله تبارك وتعالى قد لا نجيد اللفظ يكون بالصورة المحترمة واللائقة التي يجب إعطاء حق هذا الاحترام بلفظ هذا الاسم المبارك. نحن نعود أنفسنا إن شاء الله، نعود أنفسنا. هذا نعم أحسنت. هو ليس تقصير، ليس تقصير يدخل في باب العمد، ولكن هذا يأتي سهوا أحيانا وعن غير قصد، ولكن نعود أنفسنا إن شاء الله. أحسنت. هو ليس تقصير ونية سليمة، بس لكن مثل ما قلت بأن نعود أنفسنا على هكذا أخلاق النبيلة بذكر الله جل جلاله وأئمة سادات الكون عليهم السلام. هو الصحيح، وهذا من
تذكرا للنفس وللآخرين، والتفاتة جدا جميلة، وأتمنى أن تكون حلقة كاملة حول هذا الموضوع إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله في حلقات مقبلة إن شاء الله نبدأ نذكر هذا الموضوع، وأنتم أيضا متفهمين لهذه القضية ولهذا الجانب. شكرا لكم. تسلم ورحمة الله وبركاته. شكرا. عند اتصال محمد من واسط. سلام عليكم. سلام عليكم. السلام عليكم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين. تفضلوا بالزيارة والدعاء. أنا في السؤال سألته مداهم خدمتكم، تفضل. الزيارة الصح يعني إلا أتصل بكم أو أزورا لو حتى أبغى أعسل. نعم نعم، شوي كلامك خي وصلني واضح. الزيارة. نعم. زيارة الحسين. يعني لازم اتصل عليكم يلا زورين. يعني ممكن تقلد احد الاخوه بالانابه عنك يؤدي الزياره؟ لا انا قصدي مو يتقصد، يعني مثلا ادير على القناه كربلاء يطلع قدام امام الحسين بدون اتصال. نعم نعم. يعني نعم. شنو سبب الاتصال انه مخلي الرقم؟ شوف انا هسه صوتك يتقطع بس افتهمت، يعني تقول انا ازور من خلال قناه كربلاء من خلال الشاشه، مو هذا قصدك؟ الاتصال شنو الغايه من يمه؟ ها اول مره الزياره لاهل البيت هذا نائم جاي من اهل البيت من الامام جعفر الصادق سلام الله عليه، اكو فد روايه اكو فد حديث يحث على زياره الامام الحسين عليه السلام، لذلك عندما يسال انه سال احد اصحابه قال له اتزور الحسين؟ قال له في السنه مره، قال له لا، قال في الشهر مره، قال لا، قال له في لو لم تتمكن يعني من مسافة بعيدة على الأقل باليوم مرة، بالشهر مرة، بالسنة مرة، ولو حتى لو من دارك تصعد على سطح دارك وتتجه صوب كربلاء وتزور الإمام الحسين. هاي عن أهل البيت عن الإمام الصادق يحثون على زيارة الإمام الحسين، لذلك نحن نتبع أمتنا في هذا المجال. وصلت الفكرة؟ نعم. حسين من كربلاء سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا مسلم من عقيد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل وعجل فرجه. أحسنتم أحسنتم. تفضل نبارك لكم. نبارك لكم بهذه الأيام. نعم. ولادة النبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. لنا والإمام جعفر الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. أحسنتم. لنا السلام عليك يا سيد يا مولاي يا مسلم ناقي. السلام عليك يا سيد يا مولاي يا أبا حميدة. أحسنتم. يا أبي أنت وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم، ورحمة الله وبركاته. أحسنتم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أستاذ أحمد الله يوفقكم ويوفق قناة كربلاء بحق الإمام الحسين عليه السلام. حياكم الله. على هذه الجهود الطيبة. الله يسلمك. يا الله في ميزان حسناتكم عند الله بحق محمد وآل محمد. يسلمك الله. الله يوفقكم. الله يوفقكم. الله يوفقكم. ويوفق المخرج. الله يسلمك. المبدأ. موفقين أستاذ أحمد. موفقين. شكرا شكرا. حبيب. خل أضيف فقط ملاحظة، أخ محمد اتصل قبل قليل وقال إنه الزيارة هسه ما أعرف يعني هو كان استغراب أو يريد يتأكد، لأن صوته ما وصلني بشكل جيد السؤال. لأمير المؤمنين عليه السلام كان مار في أحد المقابر وكان معه أحد أصحابه، في بعض الروايات يقال سلمان المحمدي رضوان الله عليه، فأخذ أمير المؤمنين يسلم فسأله سلمان على ما تسلم يا أمير المؤمنين، على ماذا تسلم أو على من تسلم؟ طبعا مقبرة هي، فأجابه وقال له لو انكشف لك الغطاء لرأيتهم جالسين صفا صفا يتبادلون الحديث. هاي الأموات الأرواح، فلذلك الزيارة والسلام عن بعد حتى وإن كان للأموات وحتى وإن كان للقبور فهو يصل هذا السلام وتصل الزيارة. هل هناك اتصال؟ لا أعلم. آخر اتصال الأخ حيدر من البصرة. سلام عليكم. أم حيدر من البصرة. سلام عليكم. السلام عليكم. السلام. السلام عليك يا سفير الحسين يا مسلم بن عقيل. السلام عليك يا سفير الحسين يا أول شهيد الطف. السلام على الشهداء
مبروك عليكم ان شاء الله الولاده. لنا ولكم ان شاء الله، نبارك لكم عليه الصلاه والسلام، نبارك لكم الولاده العطره. نعم. اللهم ارزقهم في الدنيا زيارتهم وفي الاخره شفاعتهم يا الله. يا الله، شكرا لكم. طبعا الصوت ما جاي يوصل، يعني شوي اكو صدى بالصوت، فحتى المتصل لربما حاول انه تزورون ويانا ان شاء الله. راح نتوجه لزياره سيدي مولاي مسلم بن عقيل، طبعا هذه الزياره الى باب الحوائج. مسلم بن عقيل اصاله عن نفسي ونيابه عن والدي وعن اخواني واصدقائي وقربائي وعن كل من اوصاني بالدعاء والزياره، نيابه عن من لا يذكرهم ذاكر، نيابه عن الشهداء، اتوجه الى باب الحوائج إلى سيدي مولاي مسلم بن عقيل. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا مسلم بن عقيل يا باب الحوائج. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهما السلام. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. وعلى روحك وبدنك أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون المجاهدون في سبيل الله المبالغون في جهاد أعدائه ونصرة أوليائه، فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر جزاء أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة أمره. أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود حتى بعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء وأعطاك من جنانه أفسحها منزلا وأفضلها غرفا ورفع ذكرك في عليين وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أشهد أنك لم تهن ولم تنكل وأنك قد مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين، فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين فإنه أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تدع لي في هذا المكان المكرم والمشهد المعظم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا خوفا إلا آمنته، ولا شملا إلا جمعته، ولا غائبا إلا حفظته وأدنيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. أحبتي المشاهدين، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، نتمنى أن نكون قد وفقنا في هذه الحلقة وفي أداء الزيارة بالنيابة عنكم، على أمل أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقات مقبلة. تقبلوا تحيات كادر العمل الأخوة المقر العام لقناة كربلاء الفضائية في كربلاء المقدسة والأخوة العاملون هنا في مكتب النجف الأشرف لقناة كربلاء. شكري وامتناني وتقديري إلى الأمانة العامة لمسجد الكوفة والمزارات الملحقة به وإلى قسم العلاقات والإعلام في مسجد الكوفة حتى نلتقيكم أحبتي. شكرا لكم، وأنا وأنتم بصوت واحد نقول السلام عليك يا سفير الحسين، السلام عليك يا مسلم بن عقيل، السلام عليك يا أبا حميدة.